اتواصل. زمنك انتهى يا ميمون. لما زمني ينتهي يا عطوة يبتدي زمن الهلفيت اللي زيك. خمسين دراع يا معلم. عارف يا عباس، خمسين دراع ومية وألف، لكن كلهم بره جسمي. دراعك يا عباس لازم بقى جوه لحمك. خد مطرح يا عباس. مفيش فتوة بدراع واحد. بس طارق عند عطوة أمانة في رقبتك زي الرجالة والحارة.
حكمة ربنا يدي الحلق للي بلا ودان. بتحب في ايه؟ مش عارف. وانتوا مالكم؟ يمكن بتحب الهباب اللي لازق فيه. له في ذلك حكم. يروح للواد بيومي زميله يديله تلميحه بالعزيز، يمكن يندم. ايه يا انت مش عارفينك ولا ايه؟ ما تقول اقعد عشان هم افرج عليك الحارة على الصبح. بيومي خد عني يا بيومي. الشغل ده ما ينفعنيش يا محروس. حصل ايه بس يا معلم؟ من طلعت النهار وانت بره وراجع لي قبل الظهر بنص ساعة. مش كنت سارح بلم الشغل يا معلم؟ بتلم الشغل ولا بتحب؟ يعني ما بتردش عليا يا هاد؟ ما خلاص بقى يا معلم، بسوقي ما هو جايب الشغل اهو اخر حلاوة. فرحتي. ونحاش مين ده يا هاد؟ ست انشراح الداية ام حميدة. نهارك اسود البعيد. حتى النحاس بتاع بسلامتها، النحاس ده مش هيخش دكاني ابدا. ليه بقى يا معلم؟ الست دافعة الفلوس وزيادة. قول كده فاكرك هتقول اخصم من اجرتي. هات جنيه اهو. شوف شغلك. اوعى دقنا هنا وفلاح. اوعى تكون فاكر انها بتحبك بصحيح يا هاي. دي بتضحك عليك عشان تلقى في القرشين اللي بتكسبهم اول باول. ثم هتحب فيك ايه؟ ايش تروح انت يا صعلوك بين الملوك؟ كفايه يا معلم. رأيك انت بتبوظ فيا؟ ما خلاص يا معلم، ده معكر دمه شويه. صلى على النبي محروس. خلاص يا معلم انا بطلت وعاوز حسابي. عاوز ايه يا اخويا؟ عاوز حسابي. اشمعنى دي اللي مش عاوز تسمعها؟ تسوقي دي شوقي. انا معلمك يا خلاص عرفت منك ومن الشغلانه ومن الحته كلها. بيومي نحاس الست ام حميده تبيضوا اخر حلاوه وش واتنين وتلاته لحد ما المعلم يشوف وشه العكر فيه، وابقى خد لي حسابي من دسوقي وحصلني على قهوه. حميده بساري يا بنت انشراح الدايه لحست عقل الواد. اسكت سوقي. يا خادم سليمان اللي تلبسه تلاقي قدامك كوم عرسان، وعندي عقد، عقد اللي تشتريه مني على طول حبيبها يظهر ويبان. وغير كده لا يصدي ولا يتعبك. وعارفه بكام؟ بتلاته ساخ بس. بتلاته تعريفه. طب 20 ساغ علشان انا ما احبش الخساره. ثلاثه تعريفه يا اختي، ما فيش غيرهم. خد اهو. يلا والله بيع خسرانه بس عشان خاطرك. بيومي الدكانه دي مش هرجعها تاني، والشغلانه دي خلاص ما بقتش بتاعتي. هو انت ليك شغلانه تانيه غيرها محروس؟ ماليش، بس مش عاوزها. انا هشوف نفسي في شغلانه تانيه. هو فين الشغل يا محروس؟ الشغل كتير، وهلاقي الشغلانه اللي على مزاجي. شغلانه نظيفه ومستريحه وفلوسها كتير، تعمل لصاحبها قيمه ومركز. كفايه النار اللي كلت صوابعي، والرمل اللي هرى رجليا، وهباب الحلل اللي عمى عينيا. حلاوه يا ايوه. لا 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 اديله ميه. بس عند حيمه هو. يلا المعلم ام عباس وصل وما بيحبش يشوف الحركات الوحشه دي. يلا بعدين بعدين. استر تشكر يا بيه. السلام عليكم. 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 الماس محروس. ايه اللي جاب؟
أنا سبت الشغل يا حميدة. لازم اتخانقت مع المعلم دسوقي. من غير ما اتخانق معاه، الشغلانة ما بقتش عجباني. بس أمي هتزعل قوي لما تعرف إنك سبت الشغل. ومين قالك إن هفضل خالي شغل؟ يعني هتشتغل إيه؟ عرباجي ولا قهواجي ولا فران؟ ولا شغلانة من دول هشتغلها. زوجتك إيه؟ ناقص تقولي إنك هتشتغل بشكاتب في الحكومة. يا حميد أنا هشتغل الشغلانة اللي تخلينا لايقين على بعض. الناس كلها مستخسرينك فيا. ولازم أوريهم إن أستحق حميدة. جوهرة الضانة يا معلم. حطها وروح. مدبولي. أقول لك عينك بالعظمة دي. عاوز تكسر لي أسناني عشان أشرب حليب وترتاح مني. ما خدتش بالي يا معلم. خد. نقي اللحمة الطرية وهاتها. السلام عليكم يا معلم. انت مين؟ انا محروس ابن حبيبك المرحوم علي الون. علي الون يبقى ابوك؟ الله يرحمه. اي نعم ابوك كان حبيبي، بس انت شكلك كده سد نفسي عن الاكل. انت بتشتغل في المزبله ولا؟ المرحوم قبل ما يموت قال لي لو اتزنقت او حصل لك مكروه روح للمعلم ميمون ومالكش دعوة. اقعد. انت كلت؟ حتى لو كنت كلت، هتاكل تاني. احنا بندفع حاجة. مدبولي. هتاكل وتوصى بيه. امرك يا معلم. مش كفاية بياكل بلاش، وكمان بيعزم لي ضيوف، ده خرب بيت مستعجل بقى. انت بتقول حاجة؟ ابدا يا معلم، ده انا عاوز اسأله اجيب له جوهرة ضاني ولا لسان ولا لغلوب. لا كفاية. اسكت انت. هاتوا تشكيلة. تشكيلة؟ حاضر يا معلم. بعد الغداء نشرب قرعتين بوزة ونتكلم على رواقة. معلم ميمون، أنا خالي شغل. وقبل ما تكون خالي الشغل كنت بتشتغل ايه؟ ما بايا ابن حاس. نشغلك عند تسوقي. ما انا كنت شغال عند تسوقي. نرجعك تاني. لا يا معلم، انا مش عايز الشغلانه دي خالص. انا نفسي في شغلانه تانيه. ومال؟ انت غالي عليا. والمرحوم ابوك كان اكتر من اخويا. انت عاوز تشتغل ايه؟ عاوز ابقى من رجاله المعلم عباس ايله. صعب. صعب ليه يا معلم؟ الناس كلها عارفه ان المعلم عباس صبي من صبيانك، وعارفين انه سابع على كل الناس، لكن قدامك ارنب وكلمتك عليه ماشيه، لان انت اللي عملته فتوى ومعلم. عباس انا اللي مربيه، ده انا في مقام ابوه. وانا عاوز ايه اكتر من كده؟ المعلم عباس يحب النظافه، وانت يعني عدم المؤاخذة يا معلم ميمون، عدم المؤاخذة. أصل أنا لسه سايب دكان المعلم دسوقي النهاردة، يعني جاي لك بهباب الحلل. بس أنا عجبك قوي، ساعة زمن واحدة وارجع لك برنس. ده بقى بفوت عليها وقت تاني، وربنا يعمل ما في الخير. ربنا يخليك. يلا روح روح. أنا عباس إيلال، غلطة عمري يوم ما خليته يقعد مطرحي. الله يرحم الفتوى انا من بعدك يا ميمون. ازيك يا حميده؟ ازيك يا واد يا بيوم؟ الله، ايه ازيك يا واد يا بنتي؟ نزلي عنه، هسيب الجدع النحاس على نافوخه كده. يوه، امال انا بعمل ايه؟ امال فين محروس الوين؟ لا ما محروس خلاص ساب الشغل. ما انا عارفه انه مش نافع. حسابك كام؟ لا، محروس خلاص دفع الحساب. لا والله الواد فنجاري قوي. ما انا قلت انه مش فالح. محروس هيشتغل شغلانه تانيه. ايه بقى يا ابني؟ بقول لك ايه يا بيوم؟
ابقى تعالى يا حبه عين، والنبي انت عزيز عليا زي المرحوم ابني بالظبط، وانا قلت لك من الاول خالص ان الواد محروس ده مفيش منه رجع. انما اسمتنا بقى هنعمل ايه؟ تنايبه الواد محروس الوني ده؟ خد يا بقى هيص هات سجاره. يا محروس انت ناوي تشتغل شيخاره ولا ايه؟ تلاقي انشراح الدايه اشترت له كسوه، ولا يمكن هتخطفه من بنتها. ايوه جاي. طلباتك اي خدمه؟ شاي وبوري. مين؟ محروس الوين؟ ايه دي يا ولد؟ ايه النظافه دي؟ ده انت بقيت ابن زواد خالص. شاي وبوري ومش عاوز كتر كلام. هادر انا مالي. بيومي محروس، ايه الابهه دي كلها؟ يا خبر زي بعضه، ده انا ما عرفتكش. انا هبقى كده على طول. اشتغلت ايه؟ لسه هشتغل. يعني لسه خالي الشغل؟ على العموم انا كلمت لك دسوقي، قلت له سامحه يا دسوقي، راح مسامحك، يعني تقدر تيجي الدكان بكره ولا كأن حاجه حصلت. انت عبيط يا بيومي، حد يرجع للهباب برجليه؟ ها جبت الفلوس؟ هات شاي لبيومي. حاضر. اوعى تكون مديت ايدك على حاجه حد محروس. فاشر دي فلوسي، تحوشت العمر يا بيومي. اللهم اجعله خير يا اختي. طولي بالك، مالك مسروعه كده ليه؟ نعم الحقيني يا ست ام حميده، وهبه مرات عطيه الجزار جالها الطلق. ربنا يمتحها بالسلام. حميده خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. لا انا هبقى كده على طول يا حماتي. يا مصدي يلا يا ست ابو حميده. طيب يا اختي مالك، اتفضل انا جاي على طول. يما ارد الباب ولا انا اديله يا ساتر. مين اللي بره؟ يا لهوي ده محروس. معقول عمايلك دي يما؟ انتي بتغني حلو قوي يا حميده. طب دور وشك اليما التانيه يا محروس. أنا نظري على قد يا حميدة. إن شاء الله تكون أعمى، برضه دور وشك. كنت محوشها. بعزقت فلوسك يا محروس؟ مش كفايه الشغل سبته؟ كمان تبعزق القرشين اللي حيلتك؟ ما تخافيش، بكره الفلوس هتبقى في ايدي زي الرز. منين يا حسره؟ من الشغلانه الجديده. وهي فين؟ مش هقول لك عليها. ان ما كنتش تقول لي، هتقول لي مين؟ ما انا ما كنتش هقول لحد، بس بكره الحاره كلها هتعرف وكل الناس هتتكلم. حميدة محروس الون لازم يشرفك. ابعد ايدك عني. حميدة
عاوزك تطمني على الاخر، تطمني على الاخر. ده انا بغير كاري عشانك. انا عارفه يا محروس بس قلقان. لا ما تقلقيش، استني عليا لغايه بكره وكل الاخبار هتوصلك. على العموم بكره مش باين. هي امك راحت فين؟ لازم راحت مشوار من مشاورها، بتولد حد. يبقى لسه قدامها كتير. حميده يا محروس عيب، بيظن الطب على غفله. لا الوليه لسه قدامها كتير على ما تولد. محروس عيون محروس. محروس يا معلم. بسم الله ما شاء الله. النظافة مفيش أسهل منها يا معلم ميمون. النظافة مش كل حاجة، في اللي أهم منها ألف مرة. أنا مستعد لكل حاجة يا معلم. الشجاعة قبل النظافة. لا بقى دي موجودة، هي دي كمان هنشتريها زي الهدوم يا معلم. شجاعة، ده انا مليان شجاعة. واهم من الشجاعة القلب الميت. يعني ايه القلب الميت يا معلم؟ دي بقى يقول لك عليها هو اذا قبلك من رجالته. بكرة الصبح تفوت عليا نطب عليه في القهوة وهو بيعمل الاستباحة. بس يا معلم عاوز ايه بقى؟ عاوزك تنور لي سكتي. انت عارف انها مقابلة مهمة، وانا عايز ابقى في التمام قدام المعلم عباس. لو عباس ايه، لا مد ايده عليك تبوسها وتقول له خدامك، لو حد تاني مد ايده عليك تقطعها. اهلا يا معلم ميمون، سيد الحاره قاعد جوه. خليك قاعد هنا على ما تفهم معاه. حاضر يا معلم. الواد كويس وابوك الراجل عترة، ما انت عارفه، وانت محتاج لرجاله. معلم ميمون انت عارف كلمتك سيف ماضي على رقبتي، بس ايه؟ الواد طري على ضمانتي. اجربه عين العقل. ولا محروس، محروس في خدمتك يا معلم. قد شغلنا يا واد، وغويه كمان يا معلم. ايوه يا معلم. الواد ده صابي مبيض نحاس. عارفه يا معلم. وعاوز يشتغل معانا. لما عشيش بغاري. ايوه دي واحد منكم. شديد، لكن في حاجات تانية. أنا تحت أمرك يا معلم.
هجربك الاول، اذا فلحت بقيت من رجالتي، واذا ما فلحتش. عارف يا معلم، عارف، هبقى مسخة ومسخرة في الحارة كلها. يا ريت على قد كده وبس. على العموم رقبتي فداك، اللي تؤمر بيه لازم يتنفذ. هتقتل؟ انا جاهز من دلوقتي، بس قول لي اقتل مين، وخبر يكون عندك بعد نص ساعة. حميدة بسارية بنت انشراح الدايه. قلت مين يا معلم؟ قلت حميدة بنت انشراح الدايه. عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها؟ طب واقف مستني ايه؟ تقتلها وتيجي تلاقي نفسك واحد من رجالتي. غور بقى. أنا عاوز المعلم ميمون في كلام تاني. مالك يا محروس؟ لا يا ابني، اصل شربت معسل كتير. مالك بتبص لي كده ليه؟ اصلي سرحت شويه. في ايه؟ الظاهر انا وانت هنبقى حكايه يا حميده، بس الله اعلم هتنتهي ازاي. مع السلامه يا معلم. مع السلامه يا معلم. طيب السلامه يا معلم، الف سلامه. معلم عباس، معلم عباس. ايه الحته طلعت؟ برافو عليك، اهو كده الرجاله. لا انا لسه ما قتلتهاش يا معلم. امال عاوز ايه؟ قلت لك مش عاوز اشوف خليتك العكره الا بعد تنفيذ الامر. يا معلم بقول عيب لما اقتل حرمه، انا بقول ابتدي بحاجه كبيره تملى العين. اقتل في توت العطوف ولا في توت باب الخلق ولا في انا قلت لحميده بنت شراح الدايه. معلوم؟ كلام وغوايش يا اطهر والمار. الحلو يشتري من الحلو. يا عمدة يا عمدة، يا عمدة على فين يا عمدة؟ تعال خد من عندي. أصحاب الدكاكين غشاشين، إذا كان عندك بنات وعلى وش جواز تعال خد من عندي. وبكام العقد ده؟ علشانك من غير فلوس. مليح قوي. معلم ميمون انا مكسوف منك قوي. انا عارف انك عايش، مش شرط الراجل يخلف راجل. ابوك خلف مره بشنب. انا راجل ونص، انا 10 رجاله في بعض، بس ما اقدرش اقتل حميده. يعني ما لقاش غير دي
ما الحرم مليان نسوان ورجاله يستاهلوا الذبح في عز الظهر. اشمعنى حميده؟ قالت البيت دي سهل. طول النهار سرح في الشوارع. تقدر تاكلها سكينه ولا من شاف ولا من دري. يا معلم ميمون. يا معلم ميمون بصريح العباره كده. انا عاوز اتجوزها. اقتلها وما تصغرش نفسك قدام عباس. وبعد كده تقدر تتجوز اي واحده. ما الحرم مليان نسوان. صعب يا معلم. اقتلها. وبعد كده السكك كلها هتبقى مفتوحه قدامك. مش بعيد تبقى معلم كبير. مش ممكن يا معلم. انت فاهم الحكايه لعبه عسكر وحراميه؟ دي عصابه يابا، محوطه الموت، واللي عاوز يشتغل فيها لا يعرف لا حب ولا رحمه. انا بقى بحب. تبقى ما تنفعش. وكمان بصريح العباره احب اقول لك ان انا ما حبيتش ابقى فتوه الا عشان خاطر حميده. اسخم وادل سبيله. يبقى خلاص. ما حصلش نصيب. يبقى خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ ايه؟ يعني تبلغ المعلم عباس اني صرفت نظر عن حكايه الفتوانة. خلاص مفيش نصيب. خلاص ما تنفعش. اوامر المعلم عباس لازم تتنفذ. يعني ايه؟ يعني لازم تدفع ثمن غلطتك. ايه؟ ديتها على؟ لا، المعلم عباس ناوي لك على نيه تانيه خالص. ناوي يقلعك ملط ويحلق راسك زلبطه ويدهن جسمك بويه ويزفك في الحار ويسترك بملاية لف وبرقع ويزفك تاني. طب كلمه انت. انت معلمه كبير. ما اقدرش. والعمل. انت عاوز تسمع رأيي ونصيحتي؟ ايوه. انت مالكش وعد في الحارة طول ما المعلم عباس عايش فيها. الحارة عاوزة رجالة. واللي ما يقدرش ينفذ طلبات الحارة ما يقعدش في الحارة. ما هي مصونة هي أمها والحمد لله. ساتر يا رب. ما نفكها على نفسنا شوية. يا بنتي يا هبلة، ده أنا شايلهم لوقت زنقة. أنا محروس يا أم حميدة. ساتر يا رب، وده جاي ليه؟ أنا داخلة جوه شوفي عايز إيه. إيه؟ في إيه يا محروس؟ إدخل. معلش أصل مستعجل شوية. مال؟ مفيش. أنا كنت قلت لك على الشغلانة الجديدة. آه، استلمتها؟ هستلمها بكرة إن شاء الله. ألف مبروك يا محروس. بس في حاجة محبتش أقول لك عليها. في إيه خير؟ الشغلانة الجديدة محترمة ومكسبها حلو وعليها القيمة. بس فيها سفر. هتسافر يا محروس؟ عشانك يا حميدة. إن شاء الله. إن شاء الله هرجع من السفرية دي غني ومبسوط ومعايا فلوس. وهكون من الأكابر. هتسافر فين؟ بلد كده نسيت اسمها. آه في الصعيد. مع إن اسمها كان على طرف لساني. وهتغيب كتير؟ كتير ايه بس يا حميده؟ وانا قادر على ابعادك. ايه؟ مالك يا موكوس؟ مفيش. حميده، الكلام اللي قلتهولك سر، مش عاوز حد يعرفه. تصبح على خير يا حماتي. محروس هيغرب ياما. هيغرب؟ قد ايه يعني؟ الله اعلم. عشان تبقي تسمعي كلامي. اكابر الحاره واعيانها دايخين عليك السبع دخان. ايه اللي عاجبك في الموكوس ده؟
شبابه ياما، اعيان الحارة عواجيز، عاوزين حد يطرقع لهم صوابعهم بالليل. يوجدك قداش. ماشي من الحارة. ليه؟ من غير ليه؟ ومش عاوزك تسألني. إذا ما كنتش أنا اللي أسألك يا محروس، مين اللي هيسألك؟ ده احنا أكتر من الإخوات. عارف يا بيومي، عارف. بس خلاص، أنا ما بقتليش عيشة في الحارة دي. ليه يا محروس؟ عباس قيلة. عملتله إيه؟ معرفش، لكن هو طلب مني اسيب الحتة. هتروح فين؟ مش عارف، لكن لازم ابعد بعيد. انا هعدي البر التاني يا بيومي. واعرف طريقك ازاي يا محروس؟ لما رجلي تثبت في حتة هبقى ابعت لك جواب. الشدة وتزول يا محروس. خد دول. سيدك حميدة يا بيومي، خليك بدل مني لحد ما ربنا يفك الكرب اللي أنا فيه. يسيب الحارة برضو من غير ما يسلم على المعلم عباس؟ لا اصل انا مستعجل شويه. طب تعالى معانا بقى عشان تسلم عليه. نكسر اوامر المعلم عباس. اوامري فوق اوامر المعلم عباس. ده كان زمان. زمان ودلوقتي يا راجل. انفد بجلدك قبل ما رجالة عباس يتموا عليك زي الكلاب السهرانة. يلا روح. انت
نسيت نفسك يا ميمون؟ النهارده مش عاوز اشوفك في الحارة. عندك البيت والبوظة وبس. اللي يقدر عليا يا عباس يبقى يجيني البوظة. اشمعنى البوظة اللي اخترتها عشان اتحبس فيها؟ يا خسارة. صحيح زمن الهلافيت ابتدى. غايب شويه لكن لازم تعتبريه موجود. هو راح فين؟ الرزق يحب الخفيه وانت عارف ان محروس زي اخويا واكتر شويه فعايزك تعتبريني زيه تمام. كتر خيرك يا بيوم. يعني انت عارف سكته؟ لسه لكن هعرف. شغلك هيكون هنا. هنا؟ ايوه هنا. هلف مع الحصينه دي؟ لا انت اللي هتلف في الحصينه، شغلانه سهله. ولا تحب تنقل طامي من على المركب؟ لا الحصينه كويسه قوي، انا اصلي كمان بحبها. يا بنت الايام بتجري، حرام تضيع عمرك دايرة في الشوارع كده. كريم هو انا هخطف يا عريس؟ قديم الثانية محروس. محروس ابقى قابليني يا حميدة، اسمعي كلام امك. البنت زي الفاكهة ملهاش سوق الا اذا كانت مرعرعة كده وصبحة. يوه اسمتي كده؟ طب بلاش من الاعياد، ايه رأيك في الواد بيومي؟ يوه يما انت عاوزاني ادلل على نفسي؟ يا بنت خايفه عليكي، كل البنات اللي حواليكي ربنا راضي عنهم وانت حالك مايل ليه؟ انت عارفه. عارفه؟ عارفه ايه؟ ايدي ماسكه. الراجل اللي ما يقدرش يلمك ويكفيكي يغور عن وشك. ولا لا انا هصرف عليكي وعليه كمان. ادي اللي كانت ناقصه. اتجوزتها تتاخر راحت وجابت لي راخر. الله يعينك. انا خارجه بالسلامه. تشرب دخان؟ ست نشرح. لا دي سيجاره كده تفريح، اديها لي زبون تحيه. افتكرتك ابتديت تضيع فلوسك على الدخان. قول لي وين؟ انت عملت ايه للبنت؟ بنت مين يا ست نشرح؟ بنتي حميده. ولا اتكلت مع للبنت حلاوه يا ولد؟ ابقى تعال. الشيشة تسوقي. أنا عاوز أعرف الفلوس اللي عندك هتعملي بيها إيه؟ فيها حاجة لو افتكرتني بشوية منهم؟ الفلوس دي أفتكر نفسي بيها يا حلتم. تفتكري بيها إيه؟ نفسك؟ نفسي؟ حرام يعني لما أعطر على راجل يستر عليا وأنا في السن ده. وانا ياما انت عندك شبابك يرحمك، لكن انا عندي هبه الرجاله تبص لي. بس الفلوس اللي عندك فيها من تعبي وشقايا. تعبك وشقاكي هتاخديهم على داير مليم، هم 7 جنيه ما فيش غيرهم. كم؟ 7 جنيه ونص لاجل الحلفان. السبعة جنيه قفلي على الموضوع ده واجري شوفي مين. اتحرك يا بنت. السبعة جنيه تعبي وشقايا تشوف بيهم نفسها. ست انشراح موجودة؟ أصلها قالت لي بقى فوت. تعال اتفضل يا بيوم،
ده البيت بيتك. الشاي يا بنت حميده. يا ساتر. اهلا 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 اهلا. بيتك ومطرحك ربنا يجعله عامر. قول اخبار المنايل على عينه ايه؟ مين المنايل على عينه؟ المنايل على عينه محروس الون. ما هو لسه ما فيش اخبار عنه، انما اكيد مؤكد هتوصلني اخبار منه. انا بقى عندي اخبار عنه بسلامته، وبقى هرب من الحاره ولا يمكن هيرجع لها تاني. اصل بقى المعلم عباس طارده، قال انه اتجرأ وقعد قدامه على القهوه وهو حاطط رجله. ما تصدقيش كلام الناس يا ست انشراء. كل اللي اعرفه ان محروس لقى شغلانه تانيه. لا يا شيخ، الشاي. ايه يا بنت ده بترزعي الشاي كده ليه؟ مالك؟ في ايه؟ مفيش. اللي ماليش مفيش. الظاهر مش عايزه انا اقعد معاكم، انا داخله جوه. الله الله الله، وحيد الله يا استنشراح. جرايه يا حميده، مزعله امك ليه؟ استريح استنشراح. لا انا داخله المطبخ اعمل فنجان قهوه اروق دماغي. مالك يا حميده؟ عاد دورتك ليه؟ مبروك يا عريس الغفله، عرفت تنقي. انا عريس؟ مين اللي قال كده؟ طب وهتجوز مين؟ ايوه اعمل عبيط. اسمع يا بيومي، انا ما احبش الراجل اللي يضحك على عقل واحده ست. ابعد عن امي. امك؟ يا خبر زي بعضه. وامك حد يرضى يتجوزها؟ ده انا متهيألي ملهاش غير عريس واحد يفرش لها شقه في الغفير. يا ساتر. بيومي تقدر تقول لي جيت هنا ليه؟ جيت على علشانك يا حميده. ومحروس صاحبك لما يرجع اقول له ايه؟ صابت سوقي من بيض النحاس. ما اعرفكش. لكن انا اعرفك يا سيدي المعلمين كلها. كل زمن وليه سياد. عاوز ايه؟ عايز اسالك عن محروس الون. فين اراضيه؟ العلم عند الله. طب راجع امتى؟ الله اعلم. قدامه سنين طويله قوي، وجايز ما يرجعش. ما يرجعش خالص؟ معلم ميمون. ايوه. ايه رايك؟ مش الحي ابقى من ميت؟ والحاضر ابقى من الغايب. اذا كان في حاجه شركه وبينك وبين محروس، اتكل على الله يا ابني وخدها كلها. الغايب ملوش نايب. ريحت قلبي يا معلم ميمون. اسمه بيومي يا معلم. انا ليه الجواب يا بيومي؟ استنى، في حاجه؟ فايدته ايه الجواب من غير ما تستقرهولي واعرف جاي من ايتها حته؟ الراسل محروس الوين. اخي العزيز بيومي،
لك مني ألف سلام وتحية، واعلم يا أخي بإني مشتاق إليك. بس أنا بقى هبقى أستقرأ لوحدي. السلام عليكم. عاوز اخدك بالحضن بس خايف اوسخك. ازيك يا بيومي؟ الشغلانه الاولانيه مش كانت احسن يا محروس؟ كله مكتوب يا بيومي. جيت اطلع فوق نزلت تحت، اهو الدنيا بتلعبني شويه. درويش، ايوه، تعال خد مطرحي شويه احسن، معايا ضيف. اه هتشطف واقعد معاك، وحشت يا بيومي. تعال. حميدة يا بيومي، أخبارها إيه؟ تمام، صحتها كويسة وعلى العال. والمعلم عباس؟ برضه تمام، صحته كويسة وعلى العال. يعني مش عيان ولا حاجة؟ عباس يعيا؟ ده المرض يخاف منه. معلش، لقيته عركة وحد يدينا بوت على نافوخه. انت طيب قوي يا محروس. حد يقدر يهوب ناحيه المعلم عباس إيلة؟ يعني هو كويس؟ اه. ابن حلال واصيل يا بيومي. يا بنت اسمعي نصيحتي، انا عارفه صنف الرجاله كويس، وعايزك تفهمي بيومي انك لا حبيتي محروس ولا عمرك هتحبيه. انتي ناسي يا بت انه كانوا صحاب؟ ومين قالك ان بيومي مش عارف كل حاجه؟ امال اتدلق مره واحده كده ليه؟ ما انتوا بتتكلموا كانت عيني منكم. الجدع مستوي على الاخر، الدور والباقي عليك انتي. ومحروس لما يرجع؟ مش هيرجع، وحتى لو رجع يا حبيبتي اسمعي كلام امك، الستات غير الرجاله. البنت من دول كل ما يزيد عمرها يوم بتطير من ايدها عريس. والرجاله يا حبيبتي يحبوا كل حاجه صغيره، اللحمه البتلو، الفراخ الشمرت، حتى الفجل. الفجل يحبوه ورور. يا ورور انت يا ورور. مع السلامه يا بيومي، وكتر الف خيرك. جميلك ده هردهولك في يوم من الايام. انت اخويا يا محروس، وعيب لما تقول كده. خلي حميده جوه عينيك، ماليش حد اتمن عليها غيرك. حميده جوه عينيا يا محروس. واديك عرفت السكه، كل يوم والتاني هكون عندك. السلام عليكم. سلام. محروس كان طلبني منه، لكن انا ما قلتش. انتوا مش كنتوا مع بعض على طول يا حميده؟ وحتى لو كنت قلت اه، هو فين؟ موجود في الهدايه. انا عارف مطرحه وبقابله. وهيرجع امتى ان شاء الله؟ ده حاجه بقى في علم ربنا يا حميده. شوف يا بيومي، اذا كنت عارف مطرحه وبتقابله زي ما بتقول، لما تشوفه قول له انسى حميده يا محروس. كلام ايه ده يا حميده؟ وانا هفضل مستنيه لحد امتى؟ كل يوم والتاني حد يكلم امي علي. اخرهم الواد حسونة ابن زينهم اللبان، بس مش عاجبني شكله، بيسد النفس. طب وانت ايه اللي يجبرك على واحد شكله بيسد النفس؟ على العموم انا هتكلم مع محروس في الموضوع ده. بتبص كده ليه؟ ما فيش. علم علم. في ايه يا دبشة؟ عطوة في توة العطوف. ماله؟ في زفة فرح يوم الخميس الجاي، وناوي اقدم الحارة. دي مش زفة يا دبشة، ده هتكون جنازة. أنا من زمان نفسي فيه،
ده راجل ده كله متعبي هوا. يشرف يا دبشه يشرف. وانتوا جهزوا نفسكم عشان قوم الواجب معاهم مع رجالته. وانا يا معلم. وبالمره يا دبشه ناخد بطار ميمون عشان يحوش لسانه عنا. اعمل لك همه يا بيومي، لازم نخلص الشغل اللي في ايدينا النهارده عشان هنقفل الدكان يوم الخميس. ليه يا معلم؟ احنا مش بنقفل يوم الجمعه. انت نايم على ودانك يا واد ومش عارف ايه اللي بيحصل في الحاره. ايه اللي بيحصل؟ يوم الخميس الحاره هتبقى مدام حرب. مدام حرب؟ ليه يا معلم؟ في توت القطوف حالف لا يعدي على راس زفه عروسه من حارتنا، وعباس ايلي حالف انه ما يعتبها. وخد عندك بقى هتبقى معركه، فاحنا ناخدها من قصيرها ونقفل الدكان اسلم. اللي تشوفه يا معلم. صباح الخير يا معلم. مين؟ حميده سنيوره الحاره. يا صباح الفل يا صباح الهنا. يعني كنا بنشوفك كتير ايام ما صوف الرقبه محروسنا كان بيشتغل هنا. وهتشوفني تاني الايام دي يا معلم، ويمكن اكتر من الاول. بيوم عاوزاك. دقيقه واحده يا معلم. انا خلاص ما عدتش شايقة كلام أمي. مش فاهم يا حميدة. يعني تيجي تكلم أمي؟ أيوة بس أنا لسه ما كلمتش محروسة حميدة. تظف محروس؟ هذا عيش وملح يا حميدة. عيش وملح، عيش وحلاوة. محروس خلاص، أنا مش عاوزة أشوف وشه. مش حميدة بسارية اللي تتجوز واحد جبان هرب من الحارة. فوتك بعافية. لا إيه الحكاية هذه بيومي؟ البطة باين عليها بقت بتاعتك. لا امال انا مفيش ولا بطه بتغواني ليه؟ ما انا مبيض نحاس وقديم في الكار والمعلم بتاعه. حظوظ بقى. خير يا بيومي؟ جيت لي قبل ميعادك. ابدا. اصلك وحشتني. في ايه يا بيومي؟ حميده حصل لها حاجه؟ لا ابدا، علي العالو بتسلم عليك. كل ما هنالك ان امها بتزن عليها عايزه اتجوزها، ولما قلت لحميده اني عارف طريقك قالت لي اساله. راجع امتى؟ طول ما عباس إلى عايش ما اقدرش ارجع. ده زي الطور مش باين له موت. قولي لحميده شويه صبر، لسه بحوش في الفلوس. ما انت عارف الوليه انشراح الدايه. عارفها، بس عارف حميده بنتها اكتر. بيومي حميده بتحبني. كل رجاله الدنيا مفيش حد منهم يملى عينها غيري. قول لها اصبري يا حميده. طيب، مع على رسول الله البلاغ. والحاره اخبارها ايه؟ لغايه دلوقتي كويسه، بس الله اعلم يوم الخميس الجاي هيحصل فيها ايه. في توت العطوف وتحدي المعلم عباس في توت حارتنا، والمعلم دسوقي بيقول ان الحاره هتبقى ميدان حرب. الكلام ده الخميس اللي جاي على طول؟ ايوه. ربنا يستر على الحارة. استأذن انا بقى عشان يدوب. مش قادر اقول لك خليك معايا شوية، اصل دي اخر مركب هتعدي البر التاني الليلة. اجي اوصلك؟ لا، وعلى ايه تتعب نفسك؟ ما خلاص عرفت السكة والمراكبية عرفوني. افوتك بعافية. اتفرجنا على العركة في الحارة. أحسن هي العركة
هتكون احسن من اللي احنا فيه. ناقصين فينا حد ياخد خبط على نفوخه، خليهم ياكلوا بعض. بيومي، عيون بيومي، احنا ان شاء الله بقى كده ومن غير مقاطع هنتجوز امتى؟ اذا كان عليا انا جاهز من دلوقتي، بس المشكل. هو في مشكل؟ ايوه، انت عارف ان انا مسرف شويه، ده انا حتى صارف عليك 3000 النهارده، ومحتاج كام شهر ادبر حالي. يعني مفلس؟ حاجة زي كده. الفلوس موجودة، خد. كل دي فلوس يا حميدة؟ جبتها منين الفلوس دي؟ فلوس الولية يا أمي، عاوزة تتجوز بيهم، أنا أولى، ثم ده تعبي وشقايا. طب ولما تعرف؟ تعمل اللي تعمله، أنا لا خدت فلوس ولا شفت فلوس. شالهم عندك، أنا سرقتهم بدري قبل ما تطلبني منها علشان أبعد عنك التهم. يا سلام عليك يا حميدة، ده أنت هدية من عند ربنا، هتفيسهم. حميدة. اتكلم اتكلم بدراعه. Thank you.
حتى يا رجاله. كنت فاكراك دهول. مش نقوم نروح بقى يا بيومي؟ مستعجلة على ايه؟ خايفة من امي. النهاردة مفيش حد هيسأل على حد. قولي لها معرفتش ادخل الحرم العركة. وكمان خبيث. يخرب عقلك. طيب يا حميدة، طيب يا بيومي، هتروحوا مني فين؟ الظاهر العركة كانت جامدة أوي أوي. يا ترى مين اللي كسب فيهم؟ دلوقتي نعرف. وادي طرزان. أيوة بيومي. مين اللي كسب؟ فتوت حارتنا ولا عطوة؟ عباس قيلة تعيش أنت، اتقتل في العركة. مات؟ مات وشبع موت غار وريحنا من شره. في إيه يا بيومي؟ محروس الون راجع الحارة تاني يا حميدة. وفيها ايه؟ فيها كتير يا حميدة. ده محروس برضه. ثم ما تنسيش انه كان بيحبك قبل مني. وضروري ايه؟ انت خايف منها بيومي؟ مش خايف منه، انا خايف عليه. هو اللي حصل بينا شوية ده يهد جبل يا حميدة. وانا اللي كنت فاكراك بتحبيني. ما انا بحبك يا حميدة. وعاوز تسيبني؟ ما انت سبق وسبت محروس. انا معاك لغايه المأذون، بس 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 لازم نفهم محروس الحكايه باللطافه. ده مهما كان صاحبي برضو يا حميده. لما محروس يرجع الحارة كله لمصلحتي. مش فاهم يعني. محروس وهو بعيد كان قدامك عريس واحد اللي هو بيومي، لما يرجع محروس هيبقى قدامك عريسين، اتجهز فيهم. هقول له الف مبروك يا جوز بنتي. جري يا اما، مش معقول كده. انا بني ادمه برضو، انت فاكراني ايه؟ جاريه تبيعيها للي يدفع اكتر؟ خلاص يا حبيبتي اللي تختاريه، بس مش يمكن فيهم واحد يتنازل للتاني؟ ما هم صحاب. انا مش فاهمه انتي مستعجله على جوازي ليه؟ عشان اشوف حالي عن امك.
انت كده تقدر تفتح محل يا بيومي. اتاري محروس كلبت لها. كل شيء اسمه نصيب، وعلى راي المثل تبقى بقك وتقسم لغيرك. قتلش عباس، لا قتل عباس واحد من الحارة، عباس اتضرب في ظهره جدعان، وعطوة ما كانش مع سلاح. دلوقتي الواحد لو مات يموت مرتاح. عمر ما حد كسرني. سمعته صرخة عطوة وانا بدب صباعي في عينه؟ وشرف امي واحد قال لي انه سمعها في رملة ولاد. صباح الخير يا معلم دسوقي. اهلا يا حميده، ازيك وازي امك؟ يلزم اي خدمه؟ كتر خيرك يا معلم، انا عاوزه بيومي في كلمه. كلمه سي بيومي. مالك يا حميده؟ حصل ايه؟ في ايه؟ انت لازم تيجي تكلم امي النهارده ودلوقتي نأمكن. ايه مالك؟ بقول نستنى شويه لغايه ما نشوف. نشوف ايه؟ ملهاش لازمه العجله يا حميده، بكره الصبح هروح لمحروس اتكلم معاه. محروس؟ محروس ماله ومالنا؟ اسمع يا بيومي، هيس العباره كده، انا عاوز الفلوس يا اخويا احطها مطرحها لغايه ما تشوف كل حاجه حواليك كويس. حميده بقول لك ايه؟ روح انت البيت دلوقتي وانا هاجي لكم بعد التشطيب. طيب يا بيومي. فلوس ايه اللي عايزاها منك البت دي؟ لا دول 15 قرش تمن حلق فالصو كنت خدته منها. فالصو؟ شيل يا محمود. اتكلم شيل انت الخال، مالك ومالهم؟ زي اللي بينك وبينهم طار قديم. مالك يا محروس؟ دماغي بتلف ومش قادر اصله بطولي. روح مدد شويه تحت اي شجر. مين يا اولاد؟ ده جناب البيه المأمور. شاي ولا قهوة يا جناب المأمور؟ حصل حاجة يا جناب المأمور؟ ميمون، فرشة البوظة أحسن لك من برش السجن. أنا راجل شريف، مالكش دعوة بالشرف. تغلطش المعلم ميمون. تبقى أنت الفتوة الجديد. هو يا ميمون؟ هو. النهارده مفيش فتوات. الحتة يلزمها فتوة يحميها. يحميها ولا يسرقها يا ميمون؟ يحميها. يبقى انا فتوة الحتة يا ميمون. انت حكومة وما تنفعش تبقى فتوة. الحكومة تنفع اي حاجة يا ميمون. من النهارده الفتوة هيكون القانون، واللي مش عاجبه الفتوة الجديد يجي وريني نفسه. يلا القانون بقى فتوى. ضاع زمن الرجاله يا جدعان.
اهلا يا بيومي. عندي اخبار حلوه عشانك يا محروس. طول عمرك جلاب الخير يا بيومي. هترجع الحاره تاني. المعلم عباس عفى عني؟ لا. لازم المعلم ميمون يتوسط لي عنده. اصل المعلم ميمون يحبني ويعزني. ميمون مين؟ عباس إيلة مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يا بيومي؟ خد كازلك في ظهره في المعركة بتاعت امبارح. طب ساكت. الظالم حتما له يوم يا بيومي. أي نعم. ومسكوا اللي قتله؟ المأمور لا خل ولا بق. الكراكون مليان خلق، والأدهى من كده إنه هجم على الحارة النهاردة. والمأمور عاوز يهم الحارة. قالوا انه بقى في توت الحارة. المأمور شخصيا؟ لا، واحد صاحبه اسمه القانون، بس انا ما شفتوش معاه. اخبار حلوة حقيقي يا بيومي. تقدر ترجع النهاردة لو عايز. لا يا بيومي. مش عايز ترجع؟ هرجع، بس مش الايام دي. طب وفيها ايه لما ترجع الايام دي؟ فيها كتير يا بيومي. اهل الحارة مش هيسيبوني في حالي، هيعملوني سلوة، وأنا مش حملي كده. عباس إيلة مات. أي نعم عباس إيلة مات، لكن الحكاوي عمرها ما بتموت. طب وحميدة اللي مستنياك؟ هي لسه مستنياني يا بيومي. أيوة محروس. بلغها تشوف مصلحتها. ايه اللي غيرك مرة واحدة كده يا محروس؟ الشمس. ايه؟ بقول الشمس من كتر ما بتضرب في راسي غيرت كل حاجة في نفوخي. حجاريس حجاريس حجاريس. حميدة، ابويا راح يصلي العصر يا حميدة. سي احمد. ازيك يا حميدة؟ تسلم يا سي احمد. انا عاوزه نص دسه حلقان ودسه غوايش نابليون واربع سلاسل مذهبين، بس بسرعه وحياتي. الله الله، مستعجله قوي كده ليه يا حميده؟ ما الصبر حلو وجميل. حميده حميده، انا نفسي اتكلم معاكي كلمتين كده على الوحدينا، على الانفراد يعني. طب اتكلم وانت بجيب الطلبات. ما ينفعش يا حميده. حميده انا نفسي ربنا يتوب عليكي من البهدله اللي انت فيها دي. مسير ويتوب. يظهر ان ربنا مش واخد باله مني. استغفر الله العظيم، ده ربنا واخد باله منك قوي يا حميده، وانا كمان واخد بالي منك يا حميده. حميده حميده، انا خلاص نويت اكلم ابويا في المساله. مساله ايه؟ مساله الجواز، جوازنا يا حميده. يا اخويا روح هات البضاعه. اما صحيح بالك رايق، هات البضاعه خليني الحق الف في السوق قبل ما يشطر. حميده. الله، هتجيب غواش الزفت والقطران ولا اقول الحاج لما يرجع من الصاله؟ مش هزار. الكلام الجد يتقال قدام الناس كلها يا ابن الحاج انيس. مش وابوك بيصلي يا جبان؟ جبان؟ برضه بحبك يا جميل. برضه بحبك يا طعم. حميد. بيومي خضتني يا جبان. خلاص خلاص يا حميده، محروس الوين صرف نظر على الموضوع وقالها بالفم المليان، قال لي خلي حميده تشوف حالها. يعني ايه؟ الحكايه مش محتاجه ايها سؤال، محروس الون مش راجع حته تاني. طيب بالليل ابقى تعالى اكلم امي. امك؟ ايه في ايه؟ مال؟ مفيش. مفيش على امك الكلام ده؟
في ايه؟ اصل احمد ابن الحاج انيس الخردواتي مال خرف النهارده معايا يعني كده بكلمتين. خرف؟ خرف يعني ايه؟ قال ادبه عليكي؟ لا ابدا، ده حتى كان مؤدب. الله، يبقى الحكايه ما فيهاش تخريف ولا حاجه. انطقي، عايز اسمع كل كلمه قالها لك. يعني لمح على الجواز. الله اكبر، ولا ابواب السماء اتفتحت لك يا حميده يا بنت انشراح، وجالك الغنى والشباب في ساعه واحده، وربنا زح عنك الاتنين اياهم الملاحيس. مش مصدقه يا ام. ليه؟ مش من توبه. انا فين وهو فين؟ هو ربنا اداله المال وانتي ربنا ادالك الخفه والجمال. طب وبيومي؟ بيومي جاي الليله. زحلقي ازاي بس ياما؟ اقول لك خلي الحكايه دي على امك. تشرب شاي يا بيومي؟ ما انا لسه شارب شاي يا ام حميد. هحط لك تاني. نتكلم بقى في الموضوع المهم. مهم؟ قصدك يعني موضوع الجواز؟ تمام يا ام حميد. وماله؟ بس انت اسم الله على مقامك جاهز؟ يعني ايه جاهز يا ام حميد؟ يعني معاك مهر وشبكه. دبرت مكان تتجوز فيه ولا ناوي تدخل على البيت في دكان الدسوقي؟ الله، انت كلامك ناشف ليه يا ام حميد؟ ما تكلمي يا حميده ساكته ليه؟ امي هي الخير والبركه. وهو حصل حاجه يا ام حميده؟ ما حصلش يا بيومي، ده انت في عينيا الاثنين. طب ده انا سبق وقلت لك انك في معزه المرحوم ابني. بس الاصول بقى ما تزعلش. شوفي مين يا بت. حاضر. امك فين يا حميده؟ موجود. الحقيقه يا ام حميده عميني معروف، لحسن الوليه على اخرها. ربنا يخلف عليك يا حموده. اسباني وانا جاي وراك على طول. حمد. الحقيني بالملايه يا حميد. حاضر يا ام. بقول لك ايه؟ ناجل الكلام بقى في الموضوع ده لوقت تاني، اديك شايف يعني. اللي تشوفيه يا ام حميده. الملايه يا ام. طيب. مستعجل ليه يا بيومي؟ استنى. عاوزاك. أنا ما أقدرش أخلف أمي يا بيومي، وأمي لسه ما قالتش لا. أمك بتعجزني يا حميدة، وده ما كانش اتفاقنا. أنا راجعت نفسي، لقيتني ما أقدرش أستغنى عن أمي. فيدي ما أقدرش أقول حاجة. بيومي، أنا عاوزة الفلوس اللي عندك يا بيومي. عايزاهم إمتى؟ يعني براحتك. من بكره الفلوس تكون عندك.
وحشتيني يا حميدة. الحمد لله على السلامة. أمال أمال إيه الكلام اللي قاله بيومي ده؟ قال إيه بيومي؟ قال إنك مش راجع تاني. أهو كلام. ما تقعد يا محروس، واقف ليه؟ أمي زمانها جاية، دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك. أمك وشها بيتعكر لما تشوفني. حميدة، ليه عملتي كده؟ أنا عملت حاجة يا محروس. عملت كتير يا حميدة، خليتيني أسيب شغلي وأكل عيشي، غرستيني في الطين، خليتيني أقتل المعلم عباس في دوت الحارة. أكتر من كده خليتيني أفتكر إن الراجل الوحيد في حياتك، وإنك ما حبيتيش ولا هتحب حد غيري، وبعد كده كنتيني ومع مين؟ مع صاحبي وصحابي. كنتيني يا حبيبي. انت يا حموده، مراتك محتاجانك وانت غلبان وحداني. مش ممكن، لازم اوصلك لغايه البيت. ام حميده، نسمي الواد ايه اللي ربنا رزقنا بيه؟ انت اللي لازم تختاري الاسم. عتريس، سميها عتريس. على بركه الله. يلا. حميدة، تكون راحت عليها نومة يا أم حميدة. نمت عليها حيطة. انت يا بت يا معشوفة الرقبة. بعد اذنك يا أم حميدة نكسر الباب. ايه يا أم حميدة؟ يا اخويا البت مش عارفة جوه حصل لها ايه. ايدك معايا. يا رب استر. يا رب. حبيبتي يا ستي حميده، يا لهوي يا ملعب المحترم يا بيومي، يا حبيبتي يا محروس، قوم نام جوه، قوم للبرد يلحسك، قوم.
في ايه يا بيه؟ مش عارف ايه يا بيومي؟ احنا معانا اذن من النيابه بالتفتيش. فتش الوضع. افهم ايه اللي حصل بس يا سعاده البيه؟ فلوس مين دي يا بيومي؟ دي أمانة عندي يا سعادة البيه. هاتوه. لو في الحارة في توة ما كانتش حميلة ماتت. القانون في توة خايب. الواد بيومي عرت الناس ما عملش اعتبار لفتوة الحكومة. يا خسارة يا خسارة. فين أيامك يا ميمون؟ هتفضلوا تلفوا لحد ما تموتوا. كلنا بنلف وأنا كمان بلف معاك. هنفضل نلف سوا لحد ما نموت. كل حصان يتعب منكم يقول لي عشان أخليه ياخد راحة. لكن أنا هفضل ألف وأدور. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور. ما قتلتهاش. تلاتة بالله العظيم ما قتلتها. الفلوس دي وصلتك إزاي؟ أنا وهي كنا بنحب بعض واتفقنا على الجواز واديتني الفلوس علشان أشيلهم عندي. ليلة امبارح بس طلبتهم مني. يا بيه حميد الله يرحمها كانت بتحب محروس والحته كلها عارفه ان بيومي صاحب محروس وهي لا كانت لا بتحبه ولا على بالها خالص. مين محروس ده؟ ده لا مؤاخذه كان صابع عندي. اه هو فين محروس ده؟ الله اعلم بيه. بيقول انه عباس قيلة طرده من الحاره واللي كان يعرف طريقه هو بيومي بس. انا بينا ما رحت انادي الست انشراح عشان تساعد الوليه مراتي في الولاده كان الواد بيومي هناك. دي جت عيني لا تعرف حب ولا ديوك. طيب بيومي كان موجود عندكم في البيت بيعمل ايه؟ قال ايه جايب لها اخبار من محروس. اتاريه كان له عالمية سودة. عالمية سودة في المحروس يا بيومي؟ في البر التاني. شييييي من فضلك عندكم حد هنا اسمه محروس الوني؟ ايوه بيه هو اللي شغال ده يلزم خدمه. شيخ هو كان شغال امبارح؟ ايوه بيه كان شغال. لحد امتى؟ لحد اخر النهار. وبالليل؟ طول الليل هنا. انت متاكد؟ ايوه متاكد انا شايفه بعينيا دول نايم بالليل. ليه يا بيه؟ هو عمل حاجه؟ على كلامك ده يبقى ما عملش حاجه. شي شي انت محروس الوين؟ يس قدامك يا سعاده البيه. تعرف حميده بساريه؟ ايه اللي اعرفها يا بيه؟ اديني شقيان علشانها. الباقيه في حياتك. مش معقوله يا سعاده البيه. حميدة اتقتلت. اتقتلت؟ مين اللي قتلها؟ لسه التحقيق شغال. حضر نفسك عشان تيجي معانا. سامحني يا محروس. انا خنت العيش والملح. قتلتها ليه يا بيومي؟ لا ما قتلتهاش. صدقني يا محروس ما قتلتهاش. تبقى ما خنتش العيش والملح. برضو سامحني يا محروس. يلا يلا يلا. محروس مين كان بيحب حميده؟
انت ولا بيومي زميلك وصاحبك؟ ولزومه ايه السؤال ده؟ عشان مصلحة التحرير. إذا كان عشان مصلحة التحقيق أو اللي ساعدتك، الحارة كلها كانت بتحب حميدة. طيب يا محروس، مين كان بيحبها أكتر واحد؟ اللي قتلها. تقصد بيومي؟ الله أعلم. طيب يا محروس، تقدر تروح تشوف حالك، انت مفيش فايدة منك للتحقيق ابدا. مع السلامة. خسر عليه، اتقتل مع حميدة. مسكين، خسر حبيبته وصاحبه في يوم واحد، ربنا يستر علينا من صحابنا ومن أهالينا. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بيومي بخيت عبد الله بالإعدام شنقاً. بريء، مظلوم، مش أنا اللي قتلت حميدة. قولي لي، حميدة فين يا ست؟ ربنا يرحمك زي ما رحمها. بيومي راح فين؟ ما انت عارف يا محروس. بقولك بيومي راح فين؟ تعال يا محروس، عيب يا ابني تعمل في نفسك كده. رد عليا يا ابني. بيومي خد اعدام. كل واحد بياخد نصيبه يا محروس. ما تعرفش شنقوه ولا لسه؟ العلم عند الله. تعال يا ابني. لا لا يا معلم، انا رايح مشوار. رايح فين؟ رايح لحميده وبيومي. قلت فارب. حبيبة حبت محروس.